رجع رقبتك لورا، مش جسمك، رقبتك. حلو. طلع. اوفر اوفر. هاي مثلها. شو بك؟ عم يوجعني راسي من هون. ليه؟ مرشح؟ لا لا، يعني هلا يعني دخت شوي. اه دخت لانه جايبها لقدام. يا يلا. بدها هي تطلع اكثر، انت مسكتها. جد؟ ايه؟ يلا. ما انا بوشك عم شوف. شوق منها. جليساندو، زحطت. مسوك كل نوتة. والله ما دام هديك الكنترول اللي بحكي. معلي معلي معلي، ما عم نشتغل يا قلبي، منصلح قد ما بدنا. اتا تا تا تا، انصامبل انصامبل. في شغلة بالصوت هلا مثل سكين. ما بدي سكين. هاي الفاديزة اعطيتني اياها كانت مرتاحة. لا عم شد، يعني ما تشد. ما بتشد. لا لا، المشكلة انه بتعرف تقلد حتى الغلط، بتعرف تقلد. شو اللي هنا؟ يعني قاعدة بدي تلمع تلمع. منيحة حبيبتي، منيحة، ما تخافي. تنيها تت. قلبي. هلا بتحس الفرق بس بعدين خلص ابدا. إيه؟ اصلا بحس انه صوت الراس مش مثل الاول، يعني كان كثير ضعيف. هلا صار كثير. اه هلا منيحه ليكي، بس تقلبي شوي ببين الفرق، بس إيه؟ بتطلعي لفوق خلص. صح. وهي كمان مبسوطة فيها من عمالية؟ أنا مبسوطة بشو؟ ايه في في كيف لك؟ أنت مش عارفة شو تغيرتي؟ مكيفة فيكي. وحكيت الله، لأنه فاتت شيء وهلا غير إنسان. بضل عندها شك بحق، يعني بضل عندها شك. هي لا مش هيك مش هيك، عم أقول إذا مبسوطة فيي أنا، إذا مبسوطة فيي من عمالية. ما وضحت إلا فيكي. كلنا تبهدلنا إلا أنت. شفتي من عمالية. شفتي؟ ثانك يو. ما قدرت إلا تعمل لك كومبليمون. خلص. يعني. ما
سنة هلا طلع عبالك تسكري. كنا فاتحين ما علينا. يلا يلا خليكي. فوالا هيدا التركيز. يلا يلا مدام حدا طلب منك تسكري المي ما صرنا تحت ايه فوالا بس خليكي برا طلعي وبعد وحده يلا يلا افتحي لي جنني شوفي قليل قليل تيجي بنات حلوة وصوتها حلو ميرسي مدامي ما كتير حلو بس عادة ثانك يو مدامي لا صحيح قليل حياتي مدامي لا هي نفسيتها حلوة حبيبتي مدامي نفسيتها حلوة حياتي بس اوعك تنصحي لا لا اكيد لا اكيد لا اوعى لا بس هون رح تعمل بعد اكيد لا فهمتي ما تخاف رح تعمل رجيم قاتل وتصير لا لا ما بدها بس انه اوعك تنصح اكيد لا ايه هيك هي اسم الله نجاسة من فوق هيك انا نجاسة كلك سوا حياتي مدام ميري ثانك يو فريمون برافو لك كيف واحد بده يتقدم يا هيك ايزي لايف كثير مبسوطة فيه ماما كثير عندك اياهم يا حنان عندك اياهم بس تركيز كلكم تركيز انه ايه وليك هو انا عم بحاول اربع اشهر في باسي بس واحد بدنا سنه مينيموم ولا نمسك مزبوط مزبوط اكزاكت اكزاكت يا ريتك عنا بالمغرب يا مدام ليكي صرت سامعتها يا ريتك عنا بمصر يا ريتك عنا بتونس وبالبلاد العربيه لازم تعملي يا مدام انت ليش مش خبيره تسافر تروح على شفتوا شو صار حلو الشغل هلا كثير بنعمل بكره مدام مش انه ما يكون انت بترتاح نحن بننبسط في اشياء جديده اي بعد في كثير اشياء صدقوني مشان اذا فليتكم عم تنبسطوا بشكل يلا بركي بهالجمعتين بنلحق شيء